بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورائي. النهاردة حبايبي عندي أقوى وصفة لهشاشة العظام. الوصفة ديت حبايبي جميلة جدا ووصفة مجربة جدا، ولو بحثت على النت على الوصفة ديت اللي هي هتبقى ايه، من قشر البيض، قشر البيض واللبن، هتلاقوا قشر البيض ليه فوائد جميلة جدا. وأنا كنت منزلة فيديو في القناة وعاملة وصفة كده بودرة قشر البيض ومنزلاها، وكنت حاطة فيها بودرة قشر البيض مع كاكاو مع سكر بودرة، وكنت مقدمة الوصفة ديت اللي هي تتاخد كل يوم كده معلقة على الريق، فديت بيبقى كالسيوم مركز جدا. نشوف مع بعض بقى حبايبي الوصفة بتاعت النهاردة هنحتاج لإيه. هنحتاج لقشر البيض. قشر البيض دوت هتجيبيه وما ترموهوش، بتبدأي اللي انت بتاخديه وبتغسليه كويس جدا، وبعد كده بتحطيه في اي حاجة عندك في صينية ولا حاجة، وبتدخليه الفرن لحد ما يجف خالص من المية، وفي نفس الوقت انت كده بتعقميه، بيبقى تعقيم كده. فبتبدأي بعد كده بتاخديه وبتطحنيه في كبة الخلاط لحد ما يبقى ناعم معاكي خالص زي البودرة كده. بعد كده بتبدأي اللي انت بتاخدي منه معلقة كبيرة من بودرة قشر البيض ديت، وبتضيفيها مع كوباية لبن مغلي، ويعني وتكوني محلياه، لو عايزه تحليه بالسكر او عايزه تحليه بالعسل الابيض، العسل الابيض طبعا هيبقى احسن، هيدي قيمه غذائيه افضل كمان. نعم، يعني يبقى كده معلقه كبيره من بودره قشر البيض مع كوبايه لبن ومعلقه عسل ابيض، وبتقلبيهم مع بعض. بتبداي تاخدي الكوبايه دي بقى بتشربيها بقى ايه كل يوم الصبح وبالليل، وممكن برضو اللي انت بتعمليها لاولادك برضو يشربوها، ده بيبقى كالسيوم مركز طبيعي 100%، بيبقى جميل جدا. نعم، وزي ما قلت لكم ان انا كنت عامله فيديو قبل كده برضو في القناه، وكنت باخده بقى بودره قشر البيض دي بعد ما ضربتها في كبه الخلاط، ضفت عليها معلقتين سكر بودره، ويعني على نص كوبايه كده، يعني تقريبا كده نص كوبايه من بودره قشر البيض على معلقتين كبيره سكر ناعم بودره، ومعلقه كاكاو. طبعا السكر والكاكاو دولت عشان بس يبقى تعرفي ان انت تاخدي منها، يعني تتقبلي بس الطعم بتاع بودره قشر البيض، لان هو لوحده ما تعرفيش ان انت تاخدي منه معلقه كده وتاكليها هيبقى صعب شويه. فالسكر والكاكاو بيساعد بس ان انت تاخدي منها كده معلقه وتاكليها او تديها لاولادك، فبيدي لهم كالسيوم جميل جدا. اتمنى حبايبي للفيديو النهارده تكونوا استفدتم منه ويكون عجبكم، وزي ما شفنا كده اقوى وصفه لهشاشه العظام. ان شاء الله كده لما تجربوا الوصفه دي عليكي وعلى اولادك هتحسي كده يعني العظم بتاعهم كده بقى جامد كده وقوي، وما عندهمش هشاشه عظام ان شاء الله كده اهوت. ان شاء الله كده تعملوها حبايبي. ده انا عامله الوصفه ديت وبديها لاولادي كل يوم، عاملاها لهم بودره كمان، انا بديها لهم بودره كده بيقعدوها كل يوم كده معلقه كده على الريق، بتدي نتيجه كويسه جدا. بحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكم وندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت اللي انتوا لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم حبايبي، يا ريت اللي انتوا تدعموني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياريت تعملوا شير كده الفيديو كده مع كل أصدقائكم عشان كل الناس تستفاد من الوصفة اللي أنا بقولها ديت.